Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran Surah At-Taubah ayat 43 sampai 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فسبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.